اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنزل إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब सरजन।